السلام عليكم اخوان تاع المجلس البلدي، الله يجازيكم بخير. المره اخرى الفيديو ثاني الثالث هذا، الله يجازيكم بخير. هذا السبب هذا حيدوا لينا من هنا، الله يرحم لكم الوالدين. هذا الشيء راه كتشكى منه السكينه، هذا الشيء راه ماشي تاع البيع والشراء. هذا الشيء قلناها في الفيديو الاول وعاودناها، هذا الشيء راه غير الزبل. الله يجازيكم بخير، جيبوا داك الكاميون حيدوا هذا الزبل هذا من هنايا، باش ديك الساعه يكون تكون البلاصه نقيه. وعرفتي راه الوباء راه كينتشر بواحد السرعه راه خياليه. الله يجزيكم بخير، هاد السكينة راه كتغوت. وهادشي راه ما بقى، مازال ما فين يصبر الواحد. ها انت صور هاد الزبل، هاد راه هي الزبل، ماشي زعما شي حاجة تاع البيع والشراء. لا وكون هي شي حاجة تاع البيع والشراء بغيت تقول تنديرو لهم فين يكونوا، ولا هذا ولا ديك القضية حتى راه درنا لهم ولا ما درنا لهم. هادا هي الزبل، هادشي حاليا خصو يحيد، يجي الكاميون ويهز هادشي ويحيدو. ورا حنا راه الحمد لله، راه نتوما من جهه وحنا من جهه والمجتمع المدني من جهه والسلطه من جهه، باش يكون هادشي كلشي، باش تكون عندنا واحد الصوره للمدينه تالودان، صوره زوينه. ماشي حنا راه حنا كنداوي الشوارع وحنا حابسين ناس والضيوف والزبل حاطين في وسط المدينه، في قلب المدينه اللي كتسمى مدينه تالودان، مدينه تاريخيه وكذا وتيتقال عليها بزاف. اللهم الله يجزيكم بخير بين هادشي تنقى، الله يرحم لكم الوالدين. هذا نداء الثالث من الفيديو الثالث، الله يرحم لكم الوالدين. جيبوا لنا الكاميون يتنقى هادشي. هادشي اللي بغيت نقولو. السلام عليكم.